يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الترند. حلقه اليوم حلقه غايه في الاهميه، لان بالتحديد هنتكلم فيها على كل تفاصيل استعدادات النادي الاهلي الهامه جدا للمباراه الاكثر اهميه، مباراه فيتا كلوب، وهي ابرز مباراه للنادي الاهلي هذا الموسم واصعب مباراه بسبب الظروف اللي بتحيط بهذا اللقاء. عندنا تفاصيل كتير جدا وكواليس هنتكلم فيها بخصوص المباراه المرتقبه اللي هتكون بعد بكره باذن الله تعالى الثلاث في تمام الساعه 3 عصرا. بجانب كده كمان عندنا بعض الاخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بالصعيد المحلي والصعيد العالمي، وهنتكلم بشكل مستفيض في هذه الجوانب. لكن دايما بيكون الاهم تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه، وسؤال حلقه النهارده بيتعلق بكل تاكيد بالمباراه المقبله ورسائل حضراتكم اللي حابين توجهوها للاعبي النادي الاهلي قبل هذه المباراه. تواصلوا معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم كما هو المعتاد في الجزء الاخير من حلقه الترند. لكن البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الفريق يخوض مرانه الأول على ملعب الشهداء، مجلس إدارة الأهلي يؤجل اجتماع الاثنين، وأخيرا كاف يسمح بتواجد 3000 فرد في مباراة الأهلي وفيجا. طيب، مباريات اليوم في مختلف الدوريات. خلينا نبتدي بالبطوله المحليه، بطوله الدوري المصري، مباراه وحيده النهارده، يعني اعتقد في الدقائق الاخيره ليها في الوقت بدل الضايع ما بين المقاولين وغزل المحله. غزل المحله متقدم بهدف للا شيء احرزه اللاعب احمد الشيخ في الدقائق الاخيره من احداث هذا اللقاء الهام بالنسبه للفرقتين. بصراحه غزل المحله ماشيين بشكل جيد في هذا الموسم حتى الان، المقاولون يعني ابتدى المعدل بتاعهم يعلى شويه او ترتيبهم يتحسن شويه في بطوله الدوري المصري، لكن النتيجه لو خلصت كده هتبقى مشكله بالنسبه لفريق المقاولين العرب. لكن هي في كل الاحوال مباراه قويه ما بين فرقتين كبار. كمان في الدوري الانجليزي النهارده في بعض المباريات الهامه، ساوثامبتون لعب مع برايتون الساعه 2 الظهر، انتهت بخساره ساوثامبتون على ملعبه من برايتون بنتيجه 2-1. ليستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، مباراه بتلعب في هذه اللحظات، تقدم بهدف للا شيء لصالح ليستر سيتي. الساعة 6:30 قمة الجولة ما بين أرسنال وتوتنهام، ديربي لندن، مباراة قوية جدا دي هتكون الساعة 6:30. مانشستر يونايتد هيلاعب ويست هام يونايتد أيضا، مباراة قوية جدا الساعة 9:15 مساء. أما بخصوص الدوري الأسباني، سيلتا فيجو مع أتلتيك بلباو، أعتقد المباراة انتهت بالتعادل السلبي. غرناطة مع ريال سوسيداد الساعة 5:15، مباراة كمان ربع ساعة. إيبار مع فيا ريال الساعة 7:30، إشبيلية مع ريال بيتيس الساعة 10 بالليل. الدوري الإيطالي عدد من المباريات، بولونيا مع ساندوريا، دي مباراة انتهت بفوز بولونيا بنتيجة 3-1، كانت المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهرا. تورينو أمام الإنتر، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وإنتر يعني قريب بشكل كبير من الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، ماشيين بشكل أكثر من رائع. بارما وروما، الشوط الأول انتهى أيضا بتقدم بارما بهدف للا شيء على روما. وكالياري هيلعب الساعة 7 مع اليوفي، وميلان هيلعب الساعة 10:15 مع نابولي، هتبقى مباراة أيضا قوية جدا. طيب، دي أهم وأبرز المباريات النهاردة في مختلف الدوريات العالمية، لكن التفاصيل اللي بتتعلق بالنادي الأهلي وآخر أخبار الفريق الأول لكرة القدم هتكون معانا بعد فاصل، استنونا. بكل تأكيد هي أصعب مباراة للنادي الأهلي هذا الموسم، مباراة الأهلي وفيتا بعد بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 3:00 عصرا. وهي صعبة ليه؟ بسبب الظروف اللي بيمر بها النادي الأهلي، سواء من حيث الإصابات وغياب بعض العناصر المهمة، أو حتى بالظروف اللي بتتعلق بمكان وملعب المباراة. ملعب المباراة على استاد أرضيته ترتان، فبالتالي هيبقى الوضع صعب شوية بالنسبة للاعبين النادي الأهلي، مش متعودين يعني على كده. بالمناسبة طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده ملعب اللقاء، والأهلي يتمرن أول مران ليه هناك، وآخر مران هيكون بكرة قبل مباراة بعد بكرة، وده طبقا للوائح الخاصة بالاتحاد الأفريقي، إن أنت طالما هتلعب الفريق الضيف هيلعب على ملعب ترتان، فيحق للنادي الأهلي أو يحق لأي فريق ضيف إن هو يتمرن على الملعب ده يومين
او تدريبين، فده امر معروف ومفروغ منه. ده كان اول مران للنادي الاهلي، الامور ماشيه بشكل جيد. في بعض التفاصيل هنتكلم فيها بخصوص المران بس بعد شويه، لكن الاهم في المباراه دي انك تتحلى بشخصيه النادي الاهلي. بمجرد ما تتحلى بشخصيه النادي الاهلي وتلعب على انك لازم تكسب الماتش ده عشان تعدل وضعك في المجموعه وتقدر تتاهل وتواصل هذا المشوار الهام جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، باذن الله تكون موفق ويكون التوفيق حليفك. احنا شفنا الاهلي عمل مباراه كبيره جدا امام فيتا في القاهره، لكن ما كانش في توفيق، فبالتالي النتيجه انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 بين الفرقتين. لكن في كل الاحوال الاهلي اتحط في الوضع ده قبل كده كتير، وقدر ان هو يتغلب ويتخطى العقبات المختلفه، وقدر ان هو يتخطى يعني موقف زي ده صعب جدا بالنسبه للفريق. هقول لكم امثله كتير يعني، ومش كلها يعني. احنا شفنا مثلا بالتحديد مباراتي النهائي سواء 2006 ما كانش الاهلي هو الاوفر حظا في الفوز بالبطوله بعد ما تعادل في القاهره 1-1. رحت هناك بشخصيه النادي الاهلي، قدرت انك تكسب بهدف ابو تريكا الشهير والهدف التاريخي يعني من نجم كبير زي محمد ابو تريكا يعني. في 2012 تكرر الموقف مع الترجي، تعادلنا هنا 1-1 في برج العرب، ورحنا هناك كسبنا 2-1 في رادس. فيما يتعلق بالملاعب الترتان، الاهلي لاعب اتحاد العاصمه في 2005 لو نتذكر على ملعب الترتان في ذهاب دور ال 16، وقدر الاهلي ان هو يتغلب على الفريق ده بهدف محمد بركات احد ابرز نجوم النادي الاهلي التاريخيين، كان في الدقيقه 5 على ما اتذكر. كان هدف غالي جدا ومباراه كانت كبيره جدا يعني. فانت عندك مواقف كتير جدا مريت بيها وقدرت انك تتغلب عليها. كلنا ثقه وكلنا دعم للجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراه، لكن هم ثلاث رسائل مهمين. الرساله الاولى للاعبي النادي الاهلي، مطلوب ان يكون كل لاعب في اعلى معدلات التركيز في هذه المباراه، لان خلاص الظروف يعني خلت ان المباراه دي هي اهم مباراه للنادي الاهلي هذا الموسم. فبالتالي مهم قوي انك تكون مركز، مهم قوي انك تنفذ تعليمات الجهاز الفني، تستغل الفرص، اي فرصه تجي لك، الفرص هناك هتبقى غاليه قوي قوي، اي فرصه تحاول باذن الله بعد توفيق المولى عز وجل تحرز هدف. نكسب الماتش ده يبقى الامور زي الفل، مش هيبقى في اي مشكله باذن الله تعالى يعني. الرساله الثانيه للجهاز الفني، وهي بتتعلق بكيفيه تقسيم مجهود اللاعبين في مباراة الساعة 3 العصر على ملعب ترتان بدرجة حرارة عالية ورطوبة عالية. فده دور الجهاز الفني، واحنا واثقين طبعا تمام ثقة في الجهاز الفني. مستر بيتسو موسيماني عنده خبرات عظيمة جدا جدا في القارة الأفريقية ومباريات كتير جدا خاضها في البطولة دي، فبالتالي تراكم الخبرات أكيد هيساعد في هذه المباراة ويقدر إن هو يتعامل معاها بالشكل الأنسب طبقا للسيناريو اللي ممكن يكون في ذهنه بيحضره دلوقتي أو ممكن يكون استقر عليه، بالتالي يلعب بيه النادي الأهلي. المهم يكون بإذن الله موفق. الرسالة الثانية، وهي مش رسالة في الحقيقة، هو أمر معروف بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، الداعم دائما لفريقه في أصعب الظروف، وبيبقى مفتاح هام جدا من مفاتيح فوز النادي الأهلي هو جمهوره العظيم اللي متواجد في كل مكان من خلال المؤازرة الدائمة لفريق النادي الأهلي. دور الجمهور معروف ومفروغ منه، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدر يتخطى هذه العقبة ومن ثم يقدر يكمل مشواره في هذه البطولة وينافس على هذا اللقب الغالي بالنسبة لكل الجماهير واللي الأهلي بيحمل لقب هذه البطولة. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. بالتالي أنا عندي بعض الأخبار المهمة تتعلق بفريق النادي الأهلي. قبل ما أتكلم على الفرقة النهاردة، قرار مهم جدا، مجلس إدارة النادي الأهلي يؤجل اجتماعه لوفاة والد الكابتن جوهر نبيل، بنعزيه طبعا بنقول له يعني البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. طبعا بنعزي الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فبالتالي الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة قرروا إن هم يأجلوا الاجتماع اللي كان من المفترض إن هو يكون بكرة. بالنسبة لأخبار الفريق في الكونغو، فبالتالي الأهلي أجرى النهاردة المسحة الطبية الخاصة بالمباراة، وده طبقا للبروتوكول الموضوع من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. قبل 48 ساعة من كل مباراة بتعمل المسحة الطبية بتاعتك، وإن شاء الله بإذن الله الفريق كله يطلع مسحته سلبية أو العينة تكون سلبية علشان الكل يكون متاح بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني.
فيما يتعلق بمستر بيتسو موسيماني، فالنهارده كان بيبحث مع جهازه المعاون ترتيبات مباراه فيتا، وكان الحديث على مدار الساعات الماضيه هناك في الكونغو على كيفيه البدء في هذه المباراه وكيفيه خوض المباراه الصعبه دي، وازاي يقدر الاهلي يتغلب على فريق فيتا كلوب الصعب والمميز. حتى لو احنا شفناه هنا في القاهرة مش بالقوة اللي كنا متوقعينها، لكن اكيد يعني عنده فرص اعلى على ملعبه بما انه بيلعب في اجواء هو معتاد عليه. لكن ان شاء الله الجهاز الفني يكون موفق في وضع السيناريو الانسب والاستراتيجية الانسب بالنسبة للنادي الاهلي في مباراة يوم الثلاث. كمان زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، الاهلي بيتمرن مرتين على ملعب المباراه، ملعب الشهداء هناك في كينشاسا. التدريب الاول كان النهارده وانتهى، هو ابتدى في تمام الساعه 3 عصرا وانتهى من حوالي نص ساعه قبل دلوقتي، وبكره هيكون المران الاخير، هيكون في نفس موعد المباراه اللي هو في تمام الساعه 3 عصرا. كمان النهارده كانت اول محاضره لمستر بيتسو موسيماني مع الفريق، والكلام كان عن المباراة واتكلم عن مدى أهميتها واتكلم عن ضرورة الفوز وضرورة أن الأهلي يؤدي مباراة كبيرة. وفي الحقيقة في بعض المراحل في البطولات المختلفة اللي ممكن تكون بتشارك فيها مش بيبقى مطلوب قوي الأداء، بيبقى الأهم النتيجة دايما. أنت في مرحلة، أنت في مرحلة اللي عايزه منها أنك تكسب، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد القاري. الصعيد المحلي انت مباراه الاسماعيلي ما كنتش احسن حاجه بس كسبت، مباراه بعد بكره مش ضروري ان انت تبقى احسن حاجه، مش ضروري ان انت يبقى ادائك ممتاز، يعني انت مش بتتمتع بالاريحيه المطلوبه اللي تخليك تادي بشكل جيد وكامل. طبعا نامل الاهلي يلعب اداء ممتاز، لكن الاهم ايه؟ الاهم انك تكسب، ده اهم شيء. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه انك تكسب، او على الاقل تقدير ترجع بنتيجه ايجابيه بالتعادل، يعني رغم ان التعادل برضو في حاله التساوي في عدد النقاط في اخر الـ 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 يعني المباريات في دور المجموعات ممكن ما يكونش في صالح النادي الاهلي بسبب المباراه اللي كانت هنا في القاهره، التعادل الايجابي 2-2. لكن خلينا نتكلم في ان الفرص كلها قائمه والاهلي يقدر باذن الله ينطلق ويفوز في هذه المباراه وبالتالي يكمل مشواره في البطوله. العمري فاروق كمان رئيس بعثه النادي الاهلي ونائب رئيس النادي الاهلي يبحث مع كابتن سعد عبد الحفيظ ترتيبات بعثه الفريق في الكونغو، والراجل بيحاول يعني يشوف كل العقبات اللي بتكون قدام الفريق فيما يتعلق باستعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، ودوره اكيد مهم جدا السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق هناك في الكونغو. في كل الاحوال ان شاء الله الاهلي يكون موفق، وفي كل الاحوال احنا متابعين لحظه بلحظه كل استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه. لسه عندنا تفاصيل اكتر هتكون معنا بعد الفاصل، استنونا. طيب مستمرين في الحديث عن مباراه الاهلي وفيتا، هذه المباراه الهامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. بس قبل ما اكمل حديث عن هذه المباراه خليني سريعا اخذ على الهاتف معالي السفير حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو. برحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ امير، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، يعني عايزين نطمن من خلال حضرتك على كل الترتيبات اللي بتتعلق باستضافه بعثه النادي الاهلي بدايه من الامس مساء حتى اليوم، وفيما يتعلق كمان بالترتيبات بخصوص تدريبات النادي الاهلي يا فندم. والله الحمد لله البعثه وصلت امبارح بسلامه الله لكينشاسا، واجراءات المطار انتهت بمنتهى السلاسه، والفريق اتحرك بعدها فندق الإقامة، وبرضو إجراءات الفندق تمت بشكل طبيعي جدا. والنهاردة الفريق بالفعل من دقايق خلص أول تدريب له ورجعوا الفندق. من الناحية دي أعتقد الإجراءات والترتيبات كلها ماشية بشكل كويس جدا. يعني الفترة بتاعت المباراة يعني أجواء عموما في اهتمام كبير ببعثة النادي الأهلي، يعني يمكن أكثر من المعتاد. لأسباب كثيرة مش فقط لأهمية المباراة، احنا عارفين وضع المجموعة دلوقتي عامل ازاي، ولكن في ضوء طبعا قيمة النادي الأهلي الكبيرة في أفريقيا وفي العالم كله، هم بيعتبروا وجود النادي الأهلي بالنسبة لهم ده حدث، يعني بعيدا عن المباراة وجود النادي الأهلي هنا بيمثل يعني حدث وقيمة كبيرة جدا. ففي الحقيقة هم مهتمين سواء بقى على مستوى إدارة نادي فيتا أو على مستوى الإعلام هنا في المباراة وتواجد النادي الأهلي. فلا يعني احنا بنعيش أحداث في الحقيقة أو يعني حدث كبير بالنسبة لهم، يعني تاخد اهتمام كبير.
ده امر جيد، لكن بخصوص الترتيبات اللي بتتعلق باستضافه الاهلي، كيف ومتى بدا التنسيق مع مسؤولي النادي الاهلي بخصوص وصول بعثه الفريق للكونغو يا فندم؟ والله بسم الله ما شاء الله، ودي مش اول مره اتعامل فيها مع يعني النادي الاهلي. طبعا بدات من مرحله مبكره جدا، انا على اتصال يمكن من حتى وقت المره الاخيره اللي كان جه فيها النادي الاهلي قبل المباراه دي، برضه كانت في مارس 19. كالعاده بدات الاتصالات مبكرا جدا، وده بالحقيقه بيساعد في ان وقت ما بيوصل الفريق بتبقى كل الامور مترتبه ومتنسقه بشكل هايل، كويس، سواء من خلال الحاجات اللي مطلوبه من السفاره او بتنسيق ما بين السفاره وما بين النادي كده. من الناحيه دي لا، التنسيق بدا من فتره مبكره جدا، وده انعكس على ان الفريق يوصل وكل الامور متجهزه ومترتبه بشكل هايل. هل كان في اي طلبات من بعثه النادي الاهلي عقب الوصول مباشره يا فندم؟ والله هي طلبات النادي الاهلي كانت كلها قبل ما يوصلوا، كويس، زي ما بقول لحضرتك ده اللي سهل ان كل حاجه تمشي بشكل كويس. كان اهمها مواعيد التدريبات، ودي الحمد لله اتفقنا فيها مع نادي جيتا على انها تكون التدريبين اللي هيخططوا النادي الاهلي هنا يكون موعد المباراه، وده تم بالفعل. النهارده تم اول تدريب في نفس توقيت المباراه اللي هو الساعتين بعد الظهر هنا، وتدريب بكره ان شاء الله هيكون في نفس التوقيت. طيب، فيما يتعلق بالحضور او المشجعين او الافراد اللي هيكونوا متواجدين في المدرجات بخصوص هذه المباراه، هل تم التنسيق بشكل كامل بخصوص الحضور؟ وبالتحديد كمان عايز اسال عن الجاليه المصريه هناك، وهل ممكن نلاقي عدد من مشجعي النادي الاهلي في المدرجات بكره ولا لا؟ والله الاجتماع اللي انا عملته مع مسؤولي بيتا قبل وصول البعثه سمعت منهم معلومه، وهي ان هيكون في حضور حوالي 3000 بالظبط. ده شامل المتفرجين وشامل اللاعبين والاجهزه وكل شيء والدعوات الرسميه، يعني الملعب لا يتواجد فيه اكثر من 3000. انما بعد كده انا سمعت ان في تعليمات من الكاف، لا مفيش حضور جماهيري خالص. انا ما اعرفش مدى صحه المعلومه دي، حد من اعضاء الكاف احنا النهارده معانا خبر من الكاف ان الكاف يسمح بتواجد 3000 فرد في مباراه الاهلي وفيتا، ده الخبر اللي معانا النهارده كان في العقد. لو ده تصريح من الكاف نفسه خلاص، يبقى ده مسموح، ده اللي قالوه لنا نادي فيفا في الحقيقه، بالظبط. بالنسبه للجاليه، لا الجاليه مش كتيره، بس في 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 يعني اجتماعنا مع نادي فيفا كانوا قالوا لنا ان هيبقى في فقط 30 دعوه للجانب المصري معامله بالمثل، كويس، لان ده اللي سمح لهم بيه في مباراه القاهره. لو ادونا 30 دعوه هنوفر ال 30، ولو اكتر من كده نقدر نوفر العدد ان شاء الله. احنا عندنا السفاره واعضاء السفاره وعندنا برضو ناس مصريين موجودين يقدروا ان شاء الله نكمل عدد الدعوات المصري. طيب، درجات الحرارة يا فندم في توقيت المباراة ممكن تصل لكام؟ والرطوبة برضو أخبارها إيه؟ عايزين نطمن من حضرتك بشكل أكبر يعني. هي دي يمكن أحد النقط المهمة، لأن الحرارة هي دي الفترة اللي هي يعني أكثر فترات السنة في ارتفاع درجات الحرارة. إحنا بنقول إنها تتراوح يعني في الثلاثينات، في منتصف الثلاثينات ممكن تبقى أقل من 35 أو في حدود ال 35. الرطوبة بتبقى في منتصف اليوم اللي هو توقيت المباراة بتبقى يعني نسبيا عالية. بس ده لا يمنع ان هي فتره متقلبه، يعني ممكن يعني اذا كان ده الافرج اللي هو بتاع درجه الحراره على مدار السنه او في الفتره دي، بس ممكن تلاقي يوم المباراه ربنا يسهل وتلاقي درجه حراره في العشرينات ومفيش رطوبه، ده وارد. نتمنى يعني الطبيعي انها بتبقى طبعا بس الطبيعي ان في الفتره دي من السنه تبقى درجه الحراره مرتفعه ورطوبه مرتفعه. يعني نتمنى ان شاء الله كده ان الاجواء. اخد توقعات حضرتك لنتيجه المباراه بقى. نتيجة المباراة؟ ده صعب، بس انا عمري ما توقعت الاهلي غير الفوز حتى لو بيلعب مع منتخب البرازيل. تمام، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي السفير حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو، كان معانا على الهاتف في مداخله هامه جدا اتكلمنا فيها على تفاصيل كتير جدا بتتعلق باستضافه بعثه النادي الاهلي هناك في الكونغو، واجواء النادي الاهلي واجواء مباراه بعد غد ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث. نشكره شكرا جزيلا، وبكل تاكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل، يلا بينا. تفاصيل واخبار كتير كمان بتخص المران الاول للنادي الاهلي هناك في كنشاسا، واولى استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه. علشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي ومرافق بعثه الفريق هناك في الكونغو، عشان نطمن من خلاله على كل الامور اللي بتتعلق بمران الاهلي الاول قبل هذه المباراه الهامه. يا كريم، حمد لله على السلامه الاول وتحياتي ليك.
الله يسلمك. طبعا برحب بيك في البدايه زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا بقى على كل الاخبار اللي بتخص الاهلي من ساعه ما وصلته بالسلامه امبارح لحد انتهاء مران الاهلي الاول يا كريم. هبدا معاك زميلي امير بانطلاقنا من مطار القاهره. يمكن الرحله كانت 2:30 ظهرا، الرحله استغرقت 6 ساعات على متن طائره خاصه طبعا، والدور الايجابي والكبير جدا اللي بيقوم بيه مجلس اداره النادي الاهلي وتوفير المناخ الطيب طائره خاصه، ده امر مهم جدا لان الظروف هنا صعبه شويه بالنسبه طبعا للكونغو. يمكن انا متواجد في 2019، طبيعه الجو هنا وطبيعه الحاله المريه هنا بتبقى صعبه جدا جدا. يمكن احنا استغرقنا من مطار كينشاسا حتى فندق الاقامه ساعتين، وده امر يعني مش جديد على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز على البعثة بالكامل، لان احنا شفنا هذا الامر في 2019 لما كنا متواجدين في كينشاسا. الحاله المريه صعبه جدا، طبيعه الناس كمان، يمكن النهارده هو ويك اند بالنسبه للكونغو هنا، فيمكن امبارح كانت كل الناس متواجده في الشارع فكانت زحام كبيره جدا. الرطوبه كمان يا امير عاليه جدا، يعني النهارده الرطوبه 86 وتصل ل 87، وده امر صعب جدا اكيد على اللاعبين. ترتان كمان امر اصعب، لان انت عارف يعني الترتان صهد وكمان الشمس والحر والرطوبه امر صعب جدا، لكن بالجديه الكبيره والحماس اللي بنأكد عليها مع لعيبه النادي الاهلي تحت اي ظرف، يعني النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه، باذن الله ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان هو يعدي الخطوه دي، لان لو عديت مباراه فيتا يا امير الخريطه هتتغير خالص والامور هتختلف بشكل كبير جدا. فان شاء الله باذن الله يكون ثقتنا كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي ونقدر نخطي خطوه للامام بنتيجه ايجابيه على فريق فيتا كلاب الكونغولي. مجرد طبعا وصلنا الى فندق الاقامه، الفندق جيد طبعا بالتاكيد مع اختيارات المعتاده بالنسبه للكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ، وايضا كمان بالتنسيق مع رئيس طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عامر فاروق، رئيس البعثه ايضا كمان اللي نسق بشكل كبير جدا مع معالي السفير حمدي شعبان اللي كان في استقبالنا في مطار كينشاسا. زي ما بقول لك يمكن كل السفاره بشكل كامل عملت اللي عليها، لكن هو الجو كده والطبيعه كده والزحام كده، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل الى فندق الاقامه. خلاص الامور خلاص انتهى بقى بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، مجرد الوصول للفندق على طول الى العشاء ومجرد على الغرف مباشره، وبدا اليوم النهارده امير بدايه طبعا صباحا احنا متعودين ان بيكون في فطار وغدا، لكن مع قرب الوقت وضيق الوقت وان المباراه تكون 2 ظهرا بتوقيت كينشاسا، فيمكن الجهاز الطبي ايضا كمان قرر ان يكون الغدا والفطار تمام الساعه 11، يعني ما بقاش في 11 مثلا فطار ثم واحده يكون غدا، لان انت عارف هنكون متواجدين في الملعب ملعب الشهداء الساعه قبل المباراه طبعا بساعه ونص، وقبل انطلاق المباراه في ساعه ونص. فيمكن النهارده كان الغداء والفطار مع بعض الساعه 11، محاضره فنيه قبل انطلاقنا الى ملعب الشهداء ليستقبل المباراه كانت واحده دورا، وواحده ونص توجهنا الى ملعب الشهداء. 2 بدا التدريب بمحاضره سريعه جدا طبعا كانت تحفيزيه بشكل كبير جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي اكد بشخصيتنا وبمجهودنا وبعزيمتنا وباصرارنا نقدر ان احنا نعدي هذه المباراه. ويمكن ذكر اللاعبين بالتركيز الكبير جدا اللي كان في مباراه الوداد، قال نفس التركيز ده لو فضلنا عليه لغايه يوم المباراه ان شاء الله باذن الله نقدر نتغلب على كل الظروف اللي بتقابل لفريق النادي الاهلي. الظرف الكبير جدا يا امير طبعا هي الرطوبه، رطوبه عاليه جدا، يمكن اسوا كمان من تنزانيا سيمبا للتنزاني. يمكن سيمبا تنزانيا يمكن كانت الرطوبه عاليه، لكن هنا الامر صعب شويه، لكن النادي الاهلي متعود على هذا الامر، ومش هنقول اعذار على قد ما هنقول ان احنا لعبتنا رجاله وتقدر ان هي في اي ظرف وتحت اي ظرف تقدر تتخطى مباراه فيتا كلاب الكونغولي. عايز اكلمك على المران بشكل عام، النهارده بيتسو موسيماني جرعه كانت قويه جدا بالنسبه للاعبين في درجه حراره عاليه وصلت الى 34 درجه مئويه. طبعا النهارده للتدريب تكتيك بشكل كبير جدا، لكن عايز اتكلم على الحماس والجديه الكبيره اللي احنا شفناها في التدريب. حصل كده يمكن صدام محمد هاني وصلاح محسن، زي ما بنأكد كل مره امير يعني الجديه الكبيره والحماس وكل واحد عايز يثبت نفسه، كل واحد عايز يكون له دور في هذه المباراه، بتنعكس على اللاعبين في الملعب، وده امر مهم جدا. كره كده يمكن كره مشتركه طبعا مع الجديه الكبيره جدا، يعني كدمه في راس محمد هاني، مباشره تدخل لطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، قام باسعافه طبعا وطمنا على محمد هاني ويكون متواجد ان شاء الله ويشارك في تدريب الجد، وفرص ان شاء الله كبيره جدا يكون متواجد في المباراة لكون يوم الثلاثاء. يعني كمان عايز اكلمك على طاهر محمد طاهر وعمر السلية، ناكد على النقطه دي الاول. محمد هاني ان شاء الله باذن الله يلعب المباراه بشكل طبيعي، مفيش اي مشكله خالص بعد الخبطه القويه النهارده في المباراه، هيشارك ان شاء الله في التدريب الغد وباذن الله يكون جاهز لمباراه الثلاثاء. عايز اكلمك كمان على عمرو السلية وطاهر محمد طاهر، النهارده يمكن ما شاركوش في التدريب لكن يعني في تحفظ كده عليهم، لكن ما فيش اي حاجه بالنسبه، ما فيش اي اصابه، ما فيش اي امور، هيكونوا متواجدين في تدريب الغد بكل جديه وبكل قوه، وايضا كمان فرصهم كبيره جدا ان هم يكونوا متواجدين في المباراه. ما فيش اي حاجه، بطمنك على طاهر وعمرو السلية بالتحديد. يمكن الناس هتقول هم مشاركوش ليه، رؤيه جهاز فني ورؤيه جهاز طبي. طاهر احنا عارفين ان هو عنده اجهاد عام، يعني اجهاد عضلي عام، تمام تمام،
بيتم تجهيزه، السوليه بقى موقفه ايه، ايه مشكلته بالظبط، بالتالي بالظبط يعني على المشاركه في نفس الامر برضو يمكن السوليه ما بيشتكيش من اي اصابه من اي شيء. نفس الامر يمكن الاجهاد وكمان يمكن الرطوبه، ووصلنا هنا لعيبه يمكن طبعا الرحله يمكن ما كانتش طويله شويه، وكده بقول لك الطياره الخاصه يمكن ساعدت اللاعبين بشكل كبير ان ما يبقاش في رحله شاقه، لكن بقول لك يمكن في تاني بشكل كبير، ويبقى رؤيه الجهاز الطبي والجهاز الفني بيريح بعض اللعيبه، لكن هيكونوا متواجدين، وباكد لك على السوليه وطاهر محمد طاهر ان شاء الله يكونوا متواجدين ويكونوا كمان موفقين في المباراه في حال تواجدهم في المباراه او على او في القائمه بشكل عام. كمان محمد مجدي قفشه يمكن حالته امبارح كده مع الضغط، وممكن اللعيبه يمكن اتمرنت 9 الصبح، وكمان الطائره والجو كان حر جدا، يعني حالته كده شعر بدوار بسيط جدا، لكن ادى مران جامد جدا وقوي جدا النهارده. محمد مجدي قفشه طمنا عليه النهارده من ايضا طبيب النادي الاهلي. كلها اصابات بسيطه يا امير او كلها اجهادات، لكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه دي تكون متواجده. انت عارف يمكن الكاف بيدي تدريبين على الملعب الترتان، النهارده كان اليوم الاول لفريق النادي الاهلي، وغدا هيكون بقى التدريب الاخير والرئيسي لفريق النادي الاهلي على ملعب الشهداء. لكن كمان عايز اكلمك على الجدول الخاص بغدا، يمكن غدا هيكون 10 صباحا هو مؤتمر صحفي طبعا لبيتسو موسيماني كالعاده في ملعب الشهداء، 11 صباحا هيكون الاجتماع الفني، ومن بعدها 2 ظهرا ميعاد المباراه وهو ميعاد تدريب فريق النادي الاهلي الاخير. الامور الحمد لله امير ماشيه بشكل مطمئن ومميز جدا لفريق النادي الاهلي، بنتمنى كمان يستمر هذا الامر وتستمر الجديه الكبيره اللي فيها لعيبه النادي الاهلي حتى يوم المباراه. كمان عشان ما انساش يمكن الساعه 12 ظهرا بتوقيت كينشاسا كل اللاعبين والبعثه بالكامل اجرت المسحه الطبيه، يا رب ان شاء الله باذن الله نطمن على كل اللعيبه يعني في خلال ساعات، او ان شاء الله يكون صباحا النتيجه تكون ظاهره للجهاز الفني وبعثه النادي الاهلي بالكامل. يا رب ان شاء الله كل الامور تكون طيبه لفريق النادي الاهلي. حاله كبيره من التركيز يا امير وحاله اصرار بنشوفها في لعيبه النادي الاهلي، الكل بيتكلم عن اهميه المباراه، جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم بشكل كبير جدا، وده واصل للعيبه، ده اللي بنتمناه وبنامله ان اللعيبه يكون حاطه هدف كبير جدا قدامها، ان جمهور النادي الاهلي عارف اهميه المباراه، مساندته مهمه جدا، لان دي مرحله محتاجه تكاتف كبير جدا، محتاجه انكار ذات من اللعيبه ومن كل القائمه ومن كل الجهاز الفني. يا رب امير ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، ويستطيع النادي الاهلي ان يخطو خطوه الى الامام ويفوز على فيتا كلوب الكونغولي. انا معاك يا امير لو في اي استفسار. طيب عايز اسال سؤالين يا كريم، الملامح الخاصه بمران النهارده ايه الجوانب اللي ركز عليها مستر بيتسو موسيماني في المران الاول ليه هناك في الكونغو، والانطباعات الاوليه عن ملعب المباراه؟ احنا عارفين ملعب ترتان، لكن برضو في انواع من الترتان، هل ترتان نوعه جيد ولا برضو الانطباعات ايه بالنسبه للجهاز الفني يعني واللاعبين؟ يعني اقدر اقول لك لو في البدايه بكلمك على الملعب، يعني هو ترتان بس ترتان قديم، وده يمكن امر صعب شويه، يعني لو ده لو ترتان جديد الموضوع ممكن كان يكون مختلف مع لعيبه النادي الاهلي هي تبقى مشكله، لكن يعني النهارده نقدر نقول اللعيبه داست على الملعب كده في كل اطراف الملعب، حاولت تاخد الانطباع. انت عارف طبعا يعني الملعب الترتان بيسبب كدمات قويه جدا في الركبه والانكل، كمان بيكون فيه يعني حرص كبير جدا لعيبه النادي الاهلي في الترنات، لكن يعني الملعب نقدر نقول مش بشكل جيد، لكن ترتان قديم ليه تاثير كبير على لعيبه النادي الاهلي. لكن النهارده الحقيقه يمكن كل لعيبه النادي الاهلي حاولت ان هي تعمل كل الامور الخاصه بالترتان، التاكلينج كان متواجد، الاشتراكات، الالتحامات، بتحاول لعيبه النادي الاهلي تتاقلم، بكره كمان جرعه التدريبيه تكون جيده وتتاقلم بيها النادي الاهلي وبيتسو موسيماني على هذا الملعب. النهارده يمكن امير التدريب بشكل عام بيتسو موسيماني بعد اهدار الفرص الكبير اللي اهداره للنادي الاهلي بيركز برضو على انصاف الفرص واستغلال الفرص والشوتنج على المرمى، وتقسيمه كان فيها تكتيك بشكل كبير جدا. مش هنقدر نقول التشكيل، ان الراجل النهارده ما كانش في اي ملامح للتشكيل، الراجل حاول يعمل تقسيمه بطول الملعب، كل اللعيبه اجتهدت بشكل كبير جدا فيها، الراجل اكيد عارف وعارف مين العناصر اللي هتكون مشاركه، لكن الراجل النهارده كان في بعض المتواجدين طبعا في ملعب الشهداء، كان بعض الناس كانت بتحاول تصور، بعض الناس بتطلع موبايلات عايزه تصور، فيمكن الراجل كان حريص النهارده، لكن بكره هيكون غلق تام للمران 15 دقيقه كالعاده طبعا، لوائح الكاف لكل وسائل الاعلام هنا، ومن بعدها مباشره يستطيع النادي الاهلي ياخد 60 دقيقه كعادته طبعا في ملعب الشهداء. يا رب امير ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا وفي قمه تركيزها، وزي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال واخد من كلامه بشخصيتنا وبعزيمتنا الكبيره نقدر ان احنا نعدي كل الصعاب ونعدي الرطوبه ونعدي الجو ونعدي الترتان، ونقدر ان شاء الله ان احنا نرجع معانا 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا 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 في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على لقب البطوله العاشره اللي بنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. بإذن الله نقدر يا كريم. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي المميز اللي كان معانا على الهواء مباشرة من الكونغو، وطمنا بشكل كبير جدا على كل الأمور اللي بتتعلق بالنادي الأهلي هناك. وأنا بالتحديد عايز أكد بس على خبرين، إن إصابة محمد هاني لن تعيقه من خوض مباراة
يوم الثلاث، ضربة قوية في الرأس تم التعامل معاها من خلال الجهاز الطبي، وهيتمرن بكرة عادي مع الفرقة، مفيش أي مشكلة خالص، وجاهز إن شاء الله للمباراة. طاهر والسولية بإذن الله بكرة كمان يشاركوا في التدريبات ويكونوا جاهزين لهذه المباراة الهامة. أمور ماشية بشكل جيد، في عقبات، في ظروف صعبة، بس بإذن الله الأهلي يقدر يتعامل معاها. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل فقرات الحلقة النهاردة في برنامج الترند، استنونا. ترند الأهلي وآخر الأخبار اللي بتتعلق بالفريق أو كمان الحسابات الرسمية وحديثها عن النادي الأهلي قبل هذه المباراة المرتقبة. نبتدي بالحساب الرسمي للأهرام على تويتر، واللي بيقولوا قلق في بعثة الأهلي بالكونغو بسبب الحرارة والرطوبة والأمطار. طبعا هي كلها أمور مقلقة، لكن مش هنحط أعذار، يعني مش الأهلي اللي يحط أعذار أو الأهلي هو اللي يحاول يخلق أسباب لا قدر الله لو خسرنا أو حاجة. لا، انت لعبت في الظروف دي كتير قوي وقدرت ان انت تفوز كمان وتحقق نتائج ايجابيه في ظروف مماثله. تقدر تتخطى العقبه دي؟ تقدر باذن الله تعالى باصرار اللاعبين والجهاز الفني وبشخصيه النادي الاهلي في الملعب. ان شاء الله يكونوا موفقين ويقدروا ان هم يفوزوا على فيتا، او ان شاء الله باذن الله الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه في كل الاحوال بعد الموقف الصعب اللي احنا موجودين فيه. يعني نروح ليوم السابع على تويتر، واللي بيقولوا كشف حساب الاهلي امام انديه الكونغو قبل مواجهه فيتا، يعني الكلام على عدد المباريات اللي لعبها النادي الاهلي امام الانديه الكونغوليه، وهي تتمثل في 7 مباريات سابقه بالنسبه للنادي الاهلي مع انديه الكونغو. فاز في 3، تعادل في مباريتين، وخسر في مباريتين. الاهلي سجل 7 اهداف في الشباك الكونغوليه، وتلقى 6 اهداف، وفي مباريتين او 3 فقط اللي انتهوا بدون هز شباك النادي للاهلي، وده كان امر مهم. ان شاء الله الاهلي بكره يحافظ على شباكه نظيفه في ظل تالق نجمنا طبعا محمد الشناوي وخط دفاع النادي الاهلي، لكن الاهم كمان ان انت تحرز اهداف في هذه المباراه. نروح للوطن الرياضي وحسابهم الرسمي على فيسبوك، واللي بيتكلموا من خلاله بيقولوا ان تصريحات لمسؤولي فيتا كلوب بيقولوا نتحدث عن الاهلي باحترام والمباراه بدون جماهير. ما في الحقيقه موضوع المباراه بجمهور ولا من غير جمهور، احنا شفنا الاتحاد الافريقي قال 3000 متفرج شاملين اللعيبه في الملعب بالاجهزه الفنيه بكلام من ده، وشفنا بعد كده مسؤولي فيتا كلوب الكونغولي قال لك لا من غير جماهير خالص. فحاولنا نفهم حقيقه الوضع من السفير المصري هناك في الكونغو، برضه لسه الموضوع فيه لغط، بس اعتقد هيكون في عدد محدود جدا من الجماهير زي ما احنا عرفنا 3000 مشجع. لكن في كل الاحوال اكيد هم بيحترموا النادي الاهلي بشكل كبير، لان النادي الاهلي بطل القاره وفريق كبير، فلازم هيحترموا النادي الاهلي. لكن الاهلي الاهم ان هو بس يكون مركز، احنا كلنا مركزين في ازاي نكسب الماتش ده في كل الاحوال. يعني لا تصريح بقى من هنا مسؤولي الكونغو او حاجه، احنا عايزين نكسب الماتش ده والاهلي يكون موفق باذن الله في هذه المباراه. طيب خلينا نروح لخبر اخر وتصريحات السفير، هو الراجل كان معانا في مداخله هاتفيه من شويه واتكلمنا معاه في كل التفاصيل اللي تتعلق ببعثه الاهلي هناك. لكن خلينا نروح كمان لحساب في الجول على فيسبوك، واللي بيقولوا ان المارد الاحمر الاعلى قيمه تسويقيه في القاره السمراء، تفوق للانديه المصريه في قائمه اغلى انديه افريقيا من حيث القيمه التسويقيه بحسب موقع ترانسفير ماركت. القائمه بتشمل زي ما حضراتكم شايفين كده اغلى انديه افريقيا، الاهلي ب 25,500,000 يورو، بعديه بيراميدز ب 20 مليون وشويه يورو، والزمالك ب 19 او 20 الا ربع مليون يورو، وصن داونز ب 18 او داخلين في 19 مليون يورو، والترجي داخلين في 18 مليون يورو، لكن الاهلي هو الاغلى قيمه تسويقيه، وده ان دل يدل على النادي الاهلي بيضم ابرز اللاعبين في افريقيا في قائمته هذا الموسم. دي كانت كل الامور اللي بتتعلق بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا، لكن خلينا ناخد مشاركات حضراتكم ورسائل حضراتكم للفريق قبل هذه المباراه الهامه من خلال صفحات قناه الاهلي الرسميه على السوشيال ميديا. نبتدي بنسمه حسن، قالت عارفه ان الماتش اللي جاي مش سهل لان اللعيبه هتبقى داخله عليها ضغوطات انها لازم تكسب، لكن
اللي اعرفه واللي هفضل اقوله دايما ان مفيش شيء يصعب على الاهلي، لان احنا عندنا لعيبه رجال وكلنا ثقه فيهم انهم باذن الله الماتش اللي جاي هيكسبوا، ويشرفونا بادائهم الرجولي كالعاده. كمان العب برجوله، موت على الكوره، افريقيا الكبار وانت الاسطوره. ان شاء الله باذن الاهلي يكون في الموعد. خلينا كمان ناخد تعليق او رساله محمد رجب، واللي قال امنيه من خط الهجوم بالكامل. الله يرضى عليكم، ركزوا نص تركيز، هترجعوا بثلاث نقاط ان شاء الله. ان شاء الله يكونوا مركزين، الفرقه كلها تبقى مركزه، وباذن الله باذن الله نستغل الفرص، لان ده امر هيبقى مهم قوي انك تغير الانطباع اللي متاخد عن اللاعبين. لسه في رساله ما خدناهاش بتاعه خلود رمضان. خلود قالت ربنا يوفقكم يا ابطال ويحميكم يا رب، ان شاء الله الفوز باذن الله اهم حاجه، التركيز في كل كره، وان شاء الله التوفيق يكون معكم. رسائل داعمه كلها لفريق النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه، وده دور جمهور النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه دايما، بيكون داعم ومساند لفريقه في اصعب الظروف. بنمر دلوقتي بظروف صعبه بخصوص تحديدا ايه موقف المجموعه وشكل المنافسه فيها، لكن الثقه، كل الثقه والدعم، كل الدعم من جماهير النادي الاهلي للجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراه، وواثقين باذن الله تعالى ان هم هيفرحونا ويرجعوا بثلاث نقاط غاليه في مشوارهم في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. وبعد كده بقى نكمل خطوه خطوه، نشوف الامور هتوصل لحد فين، لكن ان شاء الله الاهلي يحاول بكل ما اوتي من قوه ان هو يحافظ على هذا اللقب الغالي. دي كمان كانت حلقتنا النهارده في الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. الى اللقاء.